هؤلاء يعتقدون بأن أرواح موتاهم تزورهم وتلتقي بهم مرة في السنة، فيستعدون لهذا اليوم بطقوس خاصة قد تبدو غريبة لكم، ولن تنطفئ هذه الشموع إلا بحضور أرواحهم. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. في المكسيك وضمن طقوس مهرجان يوم الموتى، تستند رفات هذا الجد على كومة من الذكريات التي تأبى أن تندثر. هي لا تتعدى كونها مجسمات لهياكل عظمية، والاعتقاد في مجيء أرواحها لن يتحقق، لكن واجب الضيافة لأرواحهم تقليد مستمر. هؤلاء يعتقدون بأن أرواح الرضع والأطفال الذين ماتوا ستصل في يوم 31 من أكتوبر من كل عام، وتحديداً في منتصف الليل تنطفئ إضاءة الشموع لتبدأ الأرواح بالحضور، فتقضي يوماً كاملاً مع عائلاتها، ثم تغادر أرواح هؤلاء الصغار لتأتي أرواح الكبار في اليوم التالي. فالموت لدى هؤلاء المحتفلين له معنى آخر. En la cultura de todas las personas está el temor a la muerte. Y acá ver que festejan eso es algo que rompe con tu con tus creencias y con lo que has conocido durante toda la vida. هذا المجسم العظمي العملاق يتوسط منتصف الطريق، يقولون إنه يراقب تحركات أحفاده الأحياء ويرعى خطواتهم. فهؤلاء نظموا حضور روح جدهم ومجسمات أخرى لأقاربهم ضمن تقليد يقومون به منذ سنوات. Pues se organizaron con algunos vecinos de aquí de la colonia de esta calle principalmente y pues ya tiene alrededor de unos 7 años que se ha venido haciendo muy pues así piezas grandes. Ya ha habido otras las Catrinas y الاحتفالات بيوم للموتى في المكسيك تقليد تاريخي يمزج بين طقوس دينية ومعتقدات محلية قديمة. ومن المحتمل أن القدماء المكسيكيين كانوا يدفنون موتاهم في مقبرة تحت فناء منازلهم، حفاظاً على ترابط العلاقات معهم ولشعور الأحياء بالقرب والعاطفة تجاه الأموات. المuerto tiene que venir a un lugar donde haya cariño, donde haya amor, donde haya un recinto donde se le esté esperando, que él se sienta cómodo. تم تحديد يوم الموتى عطلة رسمية في المكسيك بين 31 من أكتوبر والثاني من نوفمبر، ونظراً لأهمية المهرجان باعتباره جانباً هاماً في الثقافة المكسيكية، اعترفت اليونسكو بمهرجان الموتى كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2008.